اول مره بنكسب في بطولات الناشئين، انما فعليا ما اتفرغش ولا لعيب شفناه للدرجه الاولى. يعني كان المفروض ان احنا طالما احنا ابتدينا نكسب ونروح كاس عالم ناشئين والكلام ده كله، ان انا ابص الاقي عندي جيل طالع قوي بيسند منتخب مصر الاول ويفرغ في الانديه، الكلام ده ما شفناهوش خالص. يعني يمكن اللي ظهر شويه اللعيبه اللي هي سافرت بره مصر وابتدت ترجع، زي انس من الزمالك، زي علي من في الاتحاد، يعني هم دول. انما غير كده احنا ما شفناش ناشئين طلعوا خدوا مكانهم بقوه سواء في انديتهم او في منتخب مصر نتيجه لان احنا عملنا دوري المرتبط. تمام. فانت استهلكنا فرق الدرجه الاولى، اتحسبت عليهم بطوله، بريشر عالي على المديرين الفنيين، بنظلم ممكن فرق واجهزه علشان خاطر ده عنده ناشئين كويسين وده ما عندوش ناشئين كويسين. انما انا برضو بايد كلام كابتن هاني، ان بصراحه مش شايف منها ميزه غير بريشر عالي سواء على الولاد الصغيرين او على الاجهزه الفنيه اللي ما عندهاش فرق مرتبط كويسين. كابتن عمرو، من وجهه نظري ان احنا افرزنا ولاد صغيرين في الناشئين، ده زي ما انت قلته بالظبط كويس، لكن تقييم التجربه بالنسبه لك؟ هو انا ليا تعقيب واضح وصريح في الموضوع ده، بقالي مده بتكلم فيه. احنا وصلنا لمنتخبات الناشئين لكاس عالم 7 8 9 مرات كويس، ومع ذلك احنا ما زلنا افريقيا مش عارفين نوصل لكاس عالم في المنتخب الاول. الطبيعي ان كان لما نوصل، لما يبقى عندي 8 9 اجيال وصلوا كاس عالم، الثمان تسع عيال دول افرزوا لي مش اقل من 10 12 يعني 15 لعيب كمان. انا عايز اقول 50 60 لعيب لعبوا كاس عالم، عندهم اكسبيرينس ان هم لعبوا كاس عالم كامله. وبعد كده يوصلوا ان احنا عندنا منتخب مصر درجه اولى ما فيهوش لعيبه تقدر توصل انها تكسب الكاميرون عشان توصل كاس عالم، يبقى يبقى احنا شغالين تحت كويس وشغالين فوق غلط، او شغالين فوق غلط وشغالين تحت كويس. الموضوع المنظومه في الحته دي تايهه شويه مننا. في بالظبط في دروب فين بقى؟ في دروب. تاني حاجه، اللعيبه اللي عندنا لعيبه كتير قوي طلعوا دوري الجامعات الامريكيه، احنا اول مره العمليه دي تندع، بس بالنسبه لنا كده تبطر علينا شويه، هي عوده انس وعوده بيبو من اسبانيا. لكن غير كده احنا كان اللعيبه بتطلع بره مصر احنا ما استفدتش بيها. يعني احنا يوم ما اتزنقنا في سوري في الكلمه في عاصم مرعي في البطولة الأفريقية، عاصم قال لك أنا اتصبت فمش هقدر أجي. بس هو كان مصاب. لا أنا ما بقولش إن عاصم لا حصل عليك، حصل عليك كلام كتير. لكن لا بس كان مصاب. حتى لو كان مصاب أنا بتكلم في حتة تانية. يعني المنتخب مش هيقف على، يعني بقصد إن إحنا ما ينفعش يقف على لعيب يبقى عاصم، ما ينفعش مصر توقف على لعيب واتنين جم اللي هو بيبو وأنس. طب فين الباقيين؟ فين ال 50 لعيب اللي طلعوا قبل كده راحوا يلعبوا قبل كده وما رجعوش؟ أنا فاهم بقصد إيه؟ أنا بعتبر رجوع أنس ورجوع بيبو لمصر اصلا فشل والله. يعني بمعنى ان الناس دي النهارده راحت لعبت في دوري الجامعات الامريكيه، طب عملوا ايه الريزلت؟ طبعا ما تقدمش لقدام. اللي انا قصدته من ان تجربه الناشئين اللي اتعملت عشان نعمل دوري مرتبط، عشان مرتبطين بافريقيا تحت 16 سنه وتحت 18 سنه، فنسافر افريقيا ناخد اول وناخد اول وننافس ونطلع كاس عالم ونرجع مفيش حد فينا بيستفيد. جه في وقت سبع اجيال سافروا وما لقيناش حد مستفيد. بالظبط كده مستفيد في الانديه. السبع اجيال دول ما فيش منهم اربع خمس لعيبه بيلعبوا في الدوري الممتاز. يعني حاجه فاهم قصدي ايه؟ الحته اللي هي المين بوينتس في الحته دي ان احنا هل احنا خدنا تجربه اتحاد اليد عن دراسه، ام احنا خدناها عن ان انا بنقل، انا ناقل، انا عجبني الدوري بتاع الاتحاد اليد فانا عملت زيه. فلكن انا عن نفسي قرائي شخصي، السنه اللي فاتت الدوري المرتبط واخد 5 شهور، والدوري العام عمل كانوا دورتين رايح جاي. الدوري العام المصري اللي هو اللي بيتحدى عليه اول وثاني وثالث اخد اسبوعين اسبوعين ونص، دورتين وجمعتين وخلص الدوري. وخلص الدوري القوي. الدوري اللي هو المفروض الدوري الاساسي اللي هو الدوري الاساسي خلص اسبوعين ثلاثه. دوري السوبر ماكسيمم اللي هو دوري السوبر، دوري المحترفين خلص اسبوعين ثلاثه، والدوري المرتبط قعد خمس شهور. ف مش منطق. بسال احنا خلينا نقول اللي احنا يعني اذا كان عندنا دوري مرتبط
اكيد الاتحاد السله لازم يقيمه ايجابياته وسلبياته. طبعا. من وجهه نظر الكباتن الكبار ان المامور فيها مشكله. خلي اتحاد السله يقيم، خلي اتحاد السله المسؤولين يا كابتن هاني بكلمه بصراحه. طبعا. خليه يقيم ويشوف اموره، خليه يقيم تجربه المدير الفني، لان كان معايا كابتن محمد عبد المطلب امبارح وقال ان احنا عندنا مدير فني اجنبي نتعاقد معاه في المرحله اللي جايه عشان يقدر يقوم بمنتخب مصر ان شاء الله. نتمنى او اكيد كل الكباتن الموجودين يتمنوا يشوفوا الباسكت في حته ثانيه، لان الباسكت في حته افريقيا بالذات بيبقى عندنا مشاكل في لعيبه كتيره محترفه في الافارقه، فبنلاقي مشكله جوه البطولات الافريقيه. احنا ما بنهاجمش يا كابتن، أكيد احنا ما بنهاجمش بالزبط. احنا ما بنهاجمش بالزبط. احنا بنقول راينا بالزبط. بمعنى ان عندك تقدر تاخد من راي ده وتستفيد بالزبط. او ما تاخدوش، ده موضوع يخصك انت اللي انت اللي معاك الدريكسيون 100%. انت اللي العلاج في المدرب الاجنبي مش طبعا، ده غلط كبير جدا. مش العلاج في المدرب الاجنبي. بص احنا جبنا مدرب واخد كاس عالم وكاس اوروبا مرتين وبرضه معانا كان فشل ذريع. يعني هو ده ناس مش عايزه يعني مش عايزه تتعلم مما سبق. طب بص يا كابتن هقول لك حاجه، خلينا نتكلم بس ان هو في اتحاد، في مسؤوليه للاتحاد. مظبوط. وارائكم تحترم اكيد، بندعمهم، لازم ندعم الاتحاد لان في المرحله دي اكيد اتحاد الباسكت يعني هنقول هو لسه خسران، فاكيد بيرتب اوراقه مره ثانيه ونتمنى لهم النجاح. بالظبط، خيرت الاوراق اللي هو كان في اخر مره بيقول ان احنا هنجيب مدرب امريكاني. نتمنى الخير لاتحاد الباسكت، نتمنى ان احنا نشوف السله مرتفعه. كل اللي قاعدين تاني بقولها بيتمنى اتحاد الباسكت يكون من احسن اتحاد في مصر. طبعا التجارب المنقوله عن بعضيها اكيد بيقول لك ليها تجربه ايجابيات وسلبيات. نتمنى تاني مره ان اتحاد الباسكت يراجع دوري السوبر او عفوا يراجع دوري المرتبط مره تانيه. جاهزين بالقاءات من ارض المباراه ولا هنروح